حاجات كويسه في حاجات مش كويسه اكيد، انما انا يعني ما كانش المؤامره عشان ننقد الفن، عايزين نقول في نقط ضعف، في حاجات كتير عايزين نقدمها لتصليح الفن وتصليح الحاله الفنيه وبناء شخصيه الانسان. الفن ده شيء بيغير في نفسيه الانسان، بيخلي الانسان واثق من نفسه، انسان مش منطوي، انسان مش مكتئب، انسان حر وطليق، يقدر يقول كلمه، يقدر يعمل حاجه ايجابي في المجتمع. تعيد المنظومه الثقافيه كلها وجودها وعلاقها وتعلقها علشان الفن المصري والثقافه المصريه يخير سفير لمصر داخليا وخارجيا. حضرتك شايف ازاي نرجع اصلا الفن المصري بعد الهبوط بين احنا نعود للمثلث الفني؟ المثلث له ثلاث اضلاع: فن وصناعه وتجاره. احنا اهملنا بشكل كبير الفن والصناعه واكتفينا بالضلع التجاري.